بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب الأربعاء 7 أغسطس 2019. الحقيقة أنه اجتماع دوري كان بالأساس بيهدف إلى إغلاق العديد من الملفات الإدارية والإنشائية المفتوحة قبل عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، والأمة العربية والإسلامية بخير، والإنسانية جمعاء في سلام ووئام. الحقيقة أن هذه الجلسة شهدت في البداية تأكيد من مجلس إدارة النادي الأهلي على رفضه القاطع للأحداث الإرهابية، ونعى مجددا الشهداء الذين سقطوا جراء الفعل الإرهابي الغادر أمام معهد الأورام بمنطقة فم الخليج بالقاهرة، وقدم مواساته أيضا للمصابين. وفي هذا الإطار قرر المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب إطلاق حملة للتبرع بالدم الخميس والجمعة في جميع فروع النادي الأهلي للأعضاء، وأيضا لكل النشاط الرياضي، الفرق الأولى وقطاعات الناشئين المختلفة، تضامنا مع المصابين وتأكيدا على الرفض لهذا العمل الإجرامي الدنيء والخسيس الذي لن ينال أبدا من وحدة المصريين ولن ينال من هذا الوطن الغالي. الحقيقة أيضا أنه المجلس قدم التهنئة للفريق الأول لكرة القدم جهازا ولاعبين ومسؤولين، ولجمهور النادي الأهلي العظيم شريك النجاح عبر العصور بمناسبة الفوز بالدوري للعام الرابع على التوالي والمرة 41 في تاريخه، وطالب الحقيقة الفريق الأول بالاستمرار على هذا النهج وحصد البطولات لإسعاد جمهور النادي الأهلي. والحقيقة أنه مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية على تواصل دائم مع الجهات المعنية للموافقة على إقامة حفل لبطولة الدوري العام، أو يعني فعالية يمكن مشاركة جمهور النادي الأهلي من خلالها في استاد مختار التتش، يعقبها احتفالية إن شاء الله في حال موافقة يعني الأجهزة المعنية للفريق الأول للجهاز واللاعبين ولأسر اللاعبين. ومش بس الحقيقة كرة القدم، هناك عدد كبير من الإنجازات في مختلف اللعبات والنشاط الرياضي في النادي الأهلي، في بطولات قارية الفريق الطايرة وخلافه، عندنا بطل عالم لسكواش، عندنا لاعب سباحة أهل الأولمبياد، في نجاحات كبيرة جدا لتنس الطاولة وغيره. فالاحتفالية هتكون شاملة الحقيقة لكل الإنجازات الرياضية اللي تحققت وأسعدت جمهور النادي الأهلي في مختلف هذه الألعاب. وبمجرد تحديد الموعد والحصول على الموافقات الحقيقة اللازمة سيتم الإعلان ليكون جمهور النادي الأهلي العظيم شريك في هذه الاحتفالات. الحقيقة إنه هناك يعني موضوعين للنشاط الرياضي بعيدا عن احنا نعرض على حضراتكم دولاب العمل الإداري وما تم إقراره من أمور كلها زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة إدارية وإنشائية. الموافقة على التعاقد مع لاعبة كرة الطائرة البرازيلية وهي اسمها باولا كاميلا مهير للعب لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي موسم 2019-2020، والحقيقة تكون إضافة هائلة للفريق الفائز ببطولة إفريقيا مؤخرا زي ما حضراتكم عارفين. وأيضا المجلس اعتمد الحقيقة مناقصة أو الموافقة على توريد مجموعة من الأجهزة اللي بتساهم وترفع من قدرات لاعب الكرة الطائرة. النادي الأهلي بيمتلك أفضل فريق كرة طائرة في إفريقيا والفائز أيضا ببطولتي إفريقيا مؤخرا بالإضافة للدوري العام على التوالي لعدد من السنوات والمواسم المختلفة. في هذا الإطار هناك جهد كبير بيبذل لتطوير كل الألعاب لضمان أنه الفرق الأولى في كل اللعبات تحقق البطولات اللي بيصبوا إليها وبيتمناها جمهور النادي الأهلي الحقيقة، جنبا إلى جنب مع توفير كل المناخ المواتي لفريق كرة القدم دائما لرسم البسمة على شفاه جمهور النادي الأهلي وإدخال السعادة والسرور على قلبه. كل سنة وحضراتكم طيبين وجمهور النادي الأهلي بخير، وبشكر حضراتكم. هذه هي مجموعة الأخبار اللي كانت عندنا بعد اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 برئاسة الكابتن محمود الخطيب. إلى اللقاء.